بس استاذ نجاح بالاسئله السريعه بموضوع الطائف، لانه حضرتك كنت وحضرتك النائب الوحيد اللي عارض اتفاق الطائف بوقتها، مزبوط؟ انا عارض التعديلات الدستوريه اللي اجت بناء ل الطائف، وهلا دائما لحقين العونيين، مش انت رحت بعد رئاسه الجمهوريه بالطائف؟ ولخي اذا الواحد ما بيعرف مش غلط يقول ما بعرف، بس ما يدعي المعرفه. انا النائب الوحيد يلي عارض التعديلات الدستوريه، انا وافقت على وقف اطلاق النار، وقف الحرب. طيب طائف بوقتها، لانه كنت حضرتك وكنت بالمداولات، هل اتفق بحين انه وزاره الشيء انه الطائف الشيعي يكون الى التوقيع بموضوع وزاره الماليه؟ ليك ما بعرف شو صار بالكواليس، بس لا ما اتفق على هيك. شو صار؟ اللي صار بتصور انه من الناحيه العمليه انه منية الطوائف الكبيره الثلاثه الموارنه والسني والشيعه، فانه التوقيع انه ليش اي مرسوم بيطلع بده يوقع عليه رئيس جمهوريه، رئيس الحكومه وزير المال، رئيس الحكومه، فتوقيع وزير المال ملزم خاصة بالمسائل اللي بيترتب عليها انفاق مالي، انه هذا التوقيع الشيعي. هلا بتقولي شو رأيي؟ رأيي ضد توقيع الثلاثة، لأنه ضد طائفية هالنظام التافه والسخيف. طيب بس هون بهيدي النظرية، طيب شو اللي صار لما تم الالتزام فيه، لتم التنازل عنه؟ ما بعرف شو يعني كيف يعني من بعد الطائف اجوا وزيرين مال شيعة. اسمحي لي شوي، يعني انا في بعض الاشياء الحقيقة ما بفهم. طيب اول وزير مالية ب 92 ناسي مين كان اصلا وزير مالية، مثلا بحكومة الرئيس الحص الاولى، بحكومة عمر كرامي، بحكومة رشيد صلح، ناسي. في حسن خليل كان به. عم تحكي بأي سنة؟ لا عم بحكي ب قبل الطائف 90 91. طيب ب 92 وزير المالية رفيق الحريري، وإجاب فؤاد السنيورة طبعا لأنه يعني معه شهادة أمريكية، وزير دولي للشؤون المالية. طيب هول اثنيناتهم مش شيعة. بعدين اجا وزير مالية فؤاد السنيورة سنة، وزير المالية بحكومة الرئيس الحوص جورج قرم. طيب ما بعرف يعني ليش هودي بيمرقوا وهلأ ما بتمرق؟ ليه؟ لأنه السياسي بالبلد لعبة كشيت بين. أصلاً ما في قاعدة ثابتة، يعني مثلا إذا بتلاحظي كلياتهم بيحكوا بالدستور، ما في واحد ما خالف الدستور، من رئيس الجمهورية يلي كل مرة بيقول لك الدستور، ولحبيبي أنت وقعت على قانون انتخاب مخالف للدستور، أخطر قانون مخالف للدستور أنت وقعت عليه. لا رديته، لا أحلته ل مجلس الدستوري للطعن بيه. مجلس الدستوري. هي كيف تقول لي انك انت تحافظ على الدستور؟ فاذا ساعة اللي بيناسبك، مش بس هو كلهم ساعة اللي بيناسبهم بصير انه هو المجلس ورئيس الحكومه والوزراء كلياته الدستور صارت كذبه بيلعبوا فيها الكل. طيب ليش غردت انا مع عوده سعد الحريري ومعه طاقم يمثل الطغمه السياسيه كلها؟ سالتني ماذا وجاوبت، بس عن جد هل هالقد بدك تنتقم من هذا النظام؟ بتقول لماذا؟ كي نعرف ولمرة واحدة وأخيرة مدى أهلية اللبنانيين للثورة، أو بالآخر تختم مدى قدرتهم على تحمل الذل. إيه عم بتحس اللي كنت تحس فيه قبل، يعني لما كنت نايب وكنت تصرخ وكان نجاح وكيم يدل كل ما يطلع على البوديوم يقول هلا بده يخانق وبده يشارع، وبالاخر تقول لهم انا عم بقول لكم حنوصل ال 100 مليار دولار دين، رقم حضرتك حطيته يمكن باخر التسعينات انه واصلين له. اي سنه حطيت ال 100 مليار دولار دين؟ لا انا ما انا قلت بال 93 وقت اللي كانوا عم يحكوا عن خطه النهوض، انا قلت لهم بال 2003 رح نقلط 30 لل 35 مليار دولار.
طيب شو كانت يعني رحت لعند فاطمة البصارة؟ كانوا اعتبروك متنبئ هلا بعصر التنبؤات. إن طلعت انه عم بيسود لنا عيشتنا وبيضل بدل ينق، هيدي فكره بدلكم تنقوا. هلا صاروا هن ينقوا، خليهم ينقوا. ليش بدك يرجع سعد الحريري؟ بيستاهل وبتعتبر اللبنانيين والطغمة السياسية اي الحضرة. اول شيء شو اللي صار هلا؟ شو هيدي الحكومة؟ شو هي؟ هيدا اللي بكل بساطة، هيدي حكومة الوقت الضايع، مثل ما حكومة حسان دياب حكومة الوقت الضايع. اجوا بدهم يمددوا لحكومة حسان دياب عبر هذا أديب. أديب في وقت ضايع الأمريكان سمحوا فيه، لأنه أصلا هلأ كيف اجى سعد الحريري؟ اتصل بالفرنسوية، طيب يا خي مراكبي عندكم مانع أنا اجي؟ قالوا طول بالك، حكوا مع الأمريكان، قالوا الأمريكان لك اجي بس في ترسيم حدود. لا مش قصة ترسيم الحدود بدنا مرتبطة بهي، شيليني منها. طيب هلا بقول لك هيدي بشو مرتبطة. في وقت ضايع ما سعد الحريري قال هيدي حكومة الست اشهر. طيب ليش؟ مين ليه ست اشهر؟ مين سألي؟ أنا بقول لك أنا بعرف جاوبي. إيه ليه؟ هو يمكن ما بيعرف يجاوب، قالوا له هيدي تاع على ست اشهر. أنا برأيي مش رح تكون أقل من ست اشهر. ليه؟ هون معلش خلينا نفوت بالجد وما يضربوا ايدهم على راسهم المستمعين. لانه ايه في طريق للانقاذ. الامريكان شو عم بيعمل؟ هلا كنت عم بقول خي امريكا لا بتحبك ولا بتكرهك، بالسياسه الغراميات هيدي ما بيعترف فيها. بالمشروع الامريكي للشرق الاوسط، بالصراع الدولي يلي قطبي بهالمساله هن الصين وامريكا، الصراع على طرق التجاره الدوليه. مزبوط. الامريكاني مسيطر على الطرق البحريه. وتيسكر على الصيني جزء من عمليه التسكير، هيدي قصه اسرائيل السعوديه الخليج سكه حيفا، انه يا صيني بدك تمرق بالبحر من عندي وبالبر من عندي. الصيني طبعا وقت بقول الصيني الروسي معه الايراني معه، عم بيفتح طريق الحرير البريه، مسيقبه من حظنا ومن نكبتنا. المساله بتتوقف علينا. لبنان راكب بعقد كثير مهمه في هذا الطريق. كيف يعني؟ يعني شو في له؟ الصين، باكستان، افغانستان اللي الامريكان بلشوا ينسحبوا منها، ايران، العراق، سوريا، لبنان. اجوا طيسقطوا سوريا ما زبطت، بالعراق مخلخل تحت اجريون، في هيدي هالفلين اللي سادي كل هالطريق هي لبنان، ما هيك؟ لانه الصين هم طريق التجاره، الصين افريقيا، الصين اوروبا. راكبه قصه لبنان، الظرف عطينا ميزه منقدر نكون فيها اغنياء، نقدر نشغل اولادنا ويعيش البلد، وجايب علينا نكبه اسمه يلي هي انه الامريكاني هيدي بده يكسرها، بده يكسرها. شو عده الشغل اللي بايده؟ هالطقم السياسي اتفق من هون وهون. معلش يسمعوني منيح، بالبلد يا حبيبي في ثلاث مشاريع، في المشروع الامريكي يلي احيانا ساعه بيقولوا فيدراليه وساعه هيدي الحياد اللي بيكمل الفيدراليه وساعه لا مركزيه موسعه. هيدي القصه كلياتها قصه انه لبنان مطلوب تفتيته تيكون كانتونات طائفيه تحت رحمه اسرائيل. هذا بالمشروع الامريكي. بتحب امريكا، بتحب ايران، بتحب روسيا، حب اللي بدك اياه واكره اللي بدك اياه، بس الواقع غير ما تحب وغير ما تكره. بس ليش عم بتقول انه نعم تفضل. فالامريكاني حاطت اجندة، اجت بنص هالاجندة انتخاباته. وعندك هلا يعني ما في وسع لموضوع كرباخ الى اخره، بس المهم انه هذا البلد هلا مني فاضيه، انه هلا ولع على الاخر.
خلية تمرقها الكم شهر. بس المشروع الأمريكي الحقيقي بلبنان هو قصة حرب أهلية. بس ليه؟ لا قلت لك لأنه إيه بس هلا أمريكا من مصلحتها تقطع هالطريق نهائيا. طبعا يعني لبنان ممكن يقطع طريق الحرير أو ممكن يكون هو إنه لبنان ممكن هو اللي بيفتح الطريق الحرير البرية من الصين لأفريقيا من الصين لأوروبا. طيب واليوم أمريكا عم بتقول مصلحتها إنه لأنه لم يرضى أمريكا ما بدها تقول للصين أنت ممنوع تمرقي إيه؟ بدها تقول للصين بدك تمرقي إيه؟ بتجارتك الدولية بدك تمرقي إيه؟ عبر طرق المواصلات اللي أنا الدولية اللي أنا مسيطر عليها. هذا صراع صراع حقيقي. طيب فإذا الأمريكاني بده يدمر البلد. في المشروع الثاني يلي ما رح يركب مستحيل يركب إنه هيدي الطبقة السياسية. وهون شفت لقائك مع وليد جنبلاط إنه يا خيي ما عنا إلا هالنظام تنضل راكبين بده يضل فيها النظام. فهني متمسكين بنظام العوض بسلام تكراح. وهون بتشوف وليد وقت اللي بيقول بالقصة سبعة أيار تحمست حمسوني. تحمست مين اللي حمسك وشو وعدوك تتحمست؟ هو يقول هو وقت قصة التهديدات الأمنية وأنه كان شبكة الاتصال أي تهديدات أمنية لما كان بدي يسافر بالمطار وقت رواها يعني شو بدك فيه. وقتها كان الوعد الأمريكي يلي هو وعد قائم من قبل انه طحاش في دولة درزية تمتد من شاطئ الشوف الى حدود الاردن جبل العرب. هيدي القصة ما زبطت عشان هيك قال انه غلطة عمري وخسرت. غلطة عمري. اجا سمير جعجع يقول له انا عندي 15,000 مقاتل ويلي بدهم يسحبوا السلاح تكرم عينه. انا ما سحب كل السلاح بدءا بالأديرة. بالأديرة؟ بدءا ببعض الأديرة. ليه في سلاح بالأديرة؟ ايه عن جد؟ ايه وين؟ يه حضرتك عم تقول كتم المعلومات جريمة. مظبوط صلت عليها. مظبوط. وين في سلاح بالأديرة؟ في سلاح بالأديرة. وين؟ عليها الدولة إنها تفتش. بجبل لبنان. عليها الدولة إنها تفتش وعليها الدولة إنها تقول مخزن الصواريخ اللي كمشوه بالصدفة ببشرة كيف إجا التعتيم عليه؟ اي متى؟ من ثلاث أسابيع. ثلاث أسابيع؟ ايه يعني خبريت السلاح مظبوطة؟ لكن ايه؟ انه القوات نفوا لأنه الموضوع. لكن في حدا هلأ ما عنده سلاح؟ لدرجة الصواريخ وسلاح بالأديرة ما كنا عارفين فيها. لا أنا عم بقول هيك. هيدا أخبار في بعض يعني ممكن القضاء بكرة يستدعيك يسألك عم بتقول في سلاح بالأديرة يعني هي مش ايه خلي يستدعيني القضاء. بتقول له وين؟ بقول اللي بعرفه أنا. وبيتحرك بتعتبر؟ لا. بحرك الأجهزة؟ لا. ماشي. الطبقة السياسية التقليدية بسنينها بدها تحافظ على نظامها الميت. في مشروع ثالث. هو معلش نحن بأي مشروع سعد الحريري أن يأتي رئيس حكومة هلأ أي مشروع فيهم؟ قصة تقطيع الوقت قلت لك ما هو قال ست شهور. إيه بس حضرتك عم بتقول أنا بعرف ليه ست شهور يعني بعد ست شهور يا بتبج يا بيصير الاتفاق. الأمريكاني هيك عم بيخطط اللي بيشوف شو اللي عم بيصير من البحرين للإمارات للسعودية للسودان. إذا هولي ما بيعرف يقراهم يعني ما بيعرف يقرأ المشروع الأمريكي ما يعني معناته انه ما بيعرف سياسه او ما بده يعرف سياسه.